سيطر أحد أبرز الفصائل المتمردة والذي يناصب الأعداء للمجلس العسكري في ميانمار منذ الانقلاب على قاعدة عسكرية، ما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد. وقال أحد المسؤولين في الاتحاد الوطني للكارين أن قواتنا استولت على قاعدة تقع في ولاية كارين، ولم يشر إلى وجود إصابات. وردا على سؤال أكد المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مينتون الهجوم قائلا: سيتم اتخاذ إجراءات ضد الفصيل الخامس للاتحاد الوطني للكارين الذي يقف وراء الهجوم.